الخير عليكم جميع المشاهدين الكرام. أجواء جميلة وليلة فيها الجو مثالي في ملعب المباراة. محبكم فارس حواس سيكون معكم في تغطية لمجريات هذا اللقاء. مباراة مرتقبة ومتعة منتظرة في مباراة ضمن منافسات ديفيجن رايفلز. مباراة ننتظر بأن تكون حماسية مثيرة كما هي العادة. وهذه هي فرصة لنستمتع بالأداء وكذلك كل فريق عند أهداف المختلفة من خلال هذه المواجهة. والآن مع تشكيلة فريق البلاك كاتس، إيميليانو مارتينيز يشغل حراسة المرمى، إيدير ميليتو سانع بجوار فان دايك في الخط الخلفي، ماركوس لورينتي استبدى بجانب ديكلان رايس في وسط الملعب، وفي الأمام يتواجد رأس حربة وحيد في هذه التشكيلة. لوب بمهارة رائعة، ضاعت الكرة هنا. يا سلام، انظر إلى هذه التمريرة. بشكل سريع في اللقاء يمنع هدف مبكر من دخول شباكه. ممكن ان نشاهد ردة فعل هجومية الان. نلقي نظرة على تشكيلة الفريق الضيف. في المرمى يتواجد كورتوا. بيلينغهام سيبدا الى جانب مارويل بوتي. فرصة لاتجاه ماركوس راشفورد. في هذا التوقيت الحارس يترك المرمى. التصويبة في الشباك بكل سهولة. تستهدف المباراة من جديد والكل يترقب ردة فعل بلاك كاتس بالنتيجة. نجح في استعادة الكرة. رايس بناء الهجمة بشكل سليم. تمريرة خطيرة. وصلت عند ديكلان رايس. ريس جيمس. إيدير ميليتاو. ينجح في اعتراض الطريق. أداما. إيمانويل بيتي. والآن مع راشفورد. فرصة الواحد على واحد الآن. تأني كان مفهوم في التعامل مع الانفرادة. التسديد بقوة ليس الحل الأمثل هنا. كرة مرت قريبة. ضغط في مكان خطير في هذه اللحظات. فرصة هنا أن تستغل. أوه. هدف يأتي يعزز التقدم ويوسع الفارق إلى هدفين. ميليتاو. خيفرين تورام. رايس يتدخل هنا في توقيت مثالي ويعترض الطريق. راشفورد. أليكس بالدي ينطلق بالكرة في العمق. والآن مع أداما تراوري. فرصة باتجاه ماركوس راشفورد. يا سلام يا ماركوس، هدف من راشفورد الآن. لا نتردد، يعرف طريق المرمى بالغريزة، يسجل أهدافا خسيرة. الكرة تحت سيطرتهم بعدما تمكنوا من افتكاكها والاستحواذ عليها. وصلت إلى تورا. أداما. Los miembros de seguridad han encontrado
su bolso con sus pertenencias. نجح في تدخله لاستعادة الكرة من جديد. نيكو ويليامز. المرور ممتاز. الله على اللقطة. عمل جيد في منع الكرة من يصل الكرة ويبعدها في هذه اللقطة. أليكس بالدي. لوكا مودريتش. بالدي. نيكو ويليامز. تحول هنا في الاستحواذ والتمريرة البينية الرائعة. خلاص انتهت الخطورة وبالتالي ضاعت الفرصة. أليكس بالدي. الله على هذه التمريرة. بدأنا التفكير في خيارات المتاحة. حارس المرمى يبعدها عن مرمى. الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت تشكل خطورة. والآن مع أداما تراوري وقف على كرة تاش اللي راح يسوي الان. إذا أعزائي المشاهدين تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول.